أصدقائي المشاهدين، مساء الخير، مساء الأنوار، عشاق ومتتبعي صفحة المواهب، مرحبا بكم في صورة من ديربي الشمال، ديربي طنجة تطوان، ديربي الإخوة، فريقين عظيمين بعظمة الانتماء، حب الفريقين السادة في العالم مع سيادة الجماهير الغارمين، الأحمر الماتادور بالوما، الأزرق البوغاس بقيادة الهركوليس. ها هي كالعادة صور تبدأ في المدرجات قبل الميدان، هكذا تزين عروس الشمال، وهكذا تحلق حمامة بيضاء في السماء أمواج تسونامي البوغاس في حالة غير اعتيادية، الأمواج العاتية من الضفة الأخرى نحو الأيبيكا. الماتادور التطواني لا يخشى الأمواج، كعادته يركب الأمواج بعزفه على إيقاع تيكي تاكا. هكذا مع أجمل جماهير الدنيا ندخل في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين في الصراع العرش، كل من الإخوة يريد أن يحكم بأحكامه، الكل في المراقبة في الانتظار، صافرة البداية، بداية المتعة والأشواق، الاشتياق، حرب الميدان، ثلاثة نقاط غالية من ذهب، وزاد من ملذاتها طعم الديربي الإخوة. هل يربحها الماتادور الأتلتيكو تطوان أم هي للصالح البوغازي لاتحاد طنجة؟ من يربح لقاء الانتصار فيه مجد والهزيمة فيه مذلة للأنصار؟ مشاهدينا الكرام، ندخل مع تشكيلة الفريقين، الأزرق الاتحاد، اتحاد طنجة البوغاز، في حراسة المرمى محمد أمسيف، خمسة جميلة الجمال معلم، 27 اسماعيل، 29 اسامة، 21 بكر الهلالي، رقم 8 سفيان، رقم 11 احمد حمودان، 99 الحواصلي، رقم 17 المعاوي، ورقم 10 يوسف سكور. تشكيلة الماتادور الاتلتيكو مغرى تطوان، رضا ابو نجا في حراسة المرمى، رباعي الدفاع عبد الواحد الشخصي، 99 قلب الاسد يوسف الترابي، جانب الموساوي، رقم 2 بوشتا، وسط الميدان للأتلتيك مغرب تطوان الحسناوي مارتين ومصطفى الصفصافي، الثلاثي الرعب للأتلتيكو أيوب لكحال وطوني واليوسفي. هذه تشكيلة الديربي، ديربي الشمال بين الإخوة طنجة تطوان.